الروايات دي كلها مين اللي بيروي؟ شياب ولا شباب؟ شباب، ابن عمر وابن عباس، هذول العبادة الصغار رضي الله عنهم وأرضاهم. ما مات النبي وابن عباس يناهز الاحتلام، ما كمل عمره 13 سنة. لذلك نهتم بهذا النشأ بدل ما قاعد عند الببجي والسوني تم بالنشأ هذا أنه يبدأ يتعلم من الصغر. كان مرة معنا في بيان الجامع بيان العلم وفضله، هذه فرصة الإنسان في صغره قبل أن يدب المشيب في مفرقه أن يهتبر العلم ولا يضيع وقتا في طلب العلم. يقول سفيان: ما يمر علي يوم إلا وأنا فيه فائدة جديدة. ويقول عبد الرحمن المهدي: حديث ليس لي فيه 60 طريقا أنا فيه يتيم. قال أي حديث لازم يكون عندي فيه 60 طريق للحديث الواحد، وإلا أنا فيه يتيم. نعم.